السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي الطلبة والطالبات، أعزائي وأخواني من مصر ومن خارج مصر، أهلا وسهلا بكم. أهلا بإخواتي في دولة سوريا ودولة المغرب والجزائر وفلسطين والأردن، جميع الدول العربية أهلا وسهلا بكم، وجميع الدول الأوروبية أهلا وأهلا وسهلا بكم. إخواتي في اليمن والصومال وأثيوبيا وكينيا، كل الدول دي الحمد لله رب العالمين بتتعامل معانا، بتتعامل مع القناة بتاعتنا وبتبعت لنا تعليقات جميلة جدا، بارك الله فيهم جميعا. والنهاردة درس سلسلة من سلسلة حلقات كيف تكون جملة، كيف تكون جملة، كيف تكون جملة. هنكمل بقية القصة بتاعت الصديقة التي طلبت زيارة صديقتها. في الحلقة السابقة قالت الصديقة: سأحضر إليك غدا أو بعد غد، سأحضر إليك غدا أو بعد غد. طيب إمتى بقى هي هتيجي؟ قالت لها في الصباح، في الصباح، في، ناخد نكتب بقى كده، في، 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 فاء اهي مكسوره بعدها حرف الايه الياء، في الصباح. الص، الص، نطق لي يا استاذ، ده نطق لي الالف ا، آه، ونطق لي بعد الالف حرف اتكرر مرتين، الص، يبقى هكتبها كده يا استاذ، برافو عليك. إجابتك خطأ. ليه إجابتك خطأ؟ ركز معايا. إذا نطق الألف في بداية الكلمة وبعد الألف نطق حرف اللي بعد الألف نطق مرتين، يبقى الألف بعديه لام على طول، بنقول عليها اللام الشمسية. اللام الإيه؟ الشمسية. طب اصبر عليها شوية أستاذ، استنى شوية أستاذ، ها نقول إيه؟ يبقى أقول الصباح؟ لا، اللام الشمسية يا حبايبي تنطق، آسف، تكتب ولا تنطق. حاضر يا أستاذ هكتب أهو، ال، لا مش هنطق اللام يا أستاذ، يعني أقول ألف ولام. وقال لي إيه؟ الصباح. طب نطق لي الصاد مرتين، أكتبها مرتين؟ لا ما تكتبهاش مرتين، أنت حطيت اللام هنا أهو، أمال أكتبها إزاي؟ أكتبها مرة واحدة بس، يعني هنطق يساوي اقول ايه؟ قص، لا مش قص كده، اسمها قص. طب وكده بقت اسمها ايه؟ قصا. الا هي الشد والفتحه عباره عن حرفين اتنين، عبارة عن حرفين اتنين. طب هما فين الحرفين؟ الصاد اهي، ده الصاد حرف واحد يا استاذ، ايوه هي حرف واحد اهو، وفوقيه على طول حرف، فوقيه بالظبط، بس ده مش باين يا استاذ، ايوه مش باين. يبقى اذا الصاد اللي عليها شده او اي حرف عليه شدة وفتحة او شدة وكسرة او شدة وضمة هو عبارة عن حرف متكرر كم مرة؟ مرتين. طب مرة انا عرفت ان هو عليه فتحة اهو، في حرف هنا عليه فتحة، طب والحرف اللي هو التاني ده احط عليه شدة؟ لا شدة ايه؟ امال احط عليه ايه؟ سكون. ليه يا استاذ؟ ده الحرف عليه شدة اهو ونفس الحرف اتكرر تاني بقى عليه فتحة، يبقى انت عامل السكون ليه؟ ما هي السكون يا حبايبي هي الشد، السكون هي الايه؟ الشد. يبقى اذا لو ظهر قدامي حرف وعندي الحروف، حروف دي اسمها حروف اللام الشمسيه، حروف اللام الايه؟ الشمسيه، اللي بتيجي بعد اللام، اللي بتيجي بعد اللام الشمسيه ويكون عليها شد، اللي هي ايه؟ التاء والثاء والدال والزال والراء والزاي والسين والشين والصاد والضاد والطاء، ماشي، والظاء واللام والنون. 14 حرف
من حروف اللام الايه الشمسية. يعني ايه 14 حرف من حروف اللام الشمسية؟ يعني لو نطق للالف ونطق لأي حرف من ال 14 دول هينطقوا، لازم ينطقوا مرتين. لما يقول لي مثلا ايه، انا قلت ايه التاء، ماشي التاء، يبقى التاء ات عايز تكون ايه التاء. طب وهي تمشي التي؟ اه تمشي التي. التي. طب هي الكسره بتتعمل فوق؟ اه الكسره بتتعمل فوق لما يكون معاها شد، الكسره بتتعمل فوق لما يكون معاها شد، انما من غير شده بتبقى نازله تحت. طب ينفع اقول الرا؟ شفت قال ايه الرا؟ نطق الالف والحرف اللي بعد الالف نطقه كم مره؟ مرتين اتنين، يبقى هنا في لام شمسيه اهي، اللام اهي الشمسيه اللي هي مكتوبه بس ما نطقناهاش، ونحط حرف الايه الراء. قال لي ايه ار، يبقى شد، ورجع ليه ار را، يبقى شد وفتح. زي ايه؟ الرسول، الرسول، الرجل، الرأس، الرسم. يبقى حروف اللام الشمسية عندي في حلقات سابقة وهنقولها تاني، التاء والثاء والدال والزال والراء والزاي والسين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء واللام والنون. 14 حرف هكتبهم لسعادتك برضو عشان برضو ايه ما يتوهوش منك. يا ريت تكتبهم بالقلم الاسمر عشان ايه يبقوا اوضح شويه، عشان لما نيجي نقرا نقرا كويس. ولازم نحفظ حروف اللام الشمسيه دي يا حبايبي، لازم نحفظها، هتبقى سهله قوي في كتابتك الايه الكلمه. التاء، الثاء، الدال، الذال، الراء، الزاي، السين، السين، الشين، الصاد، الضاد، الطاء، الظاء، اللام، النون. طب هنعدهم كده مع بعض يا حبايبي، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر ثلاثة عشر أربعة عشر. 14 حرف. طب كل الحروف اللي هي جايه كام؟ 28 حرف، 28. طب نص ال 28 كام؟ 14. يبقى 14 لام شمسيه و14 لام قمريه. طب انا هحفظ كل الحروف دي شمسيه؟ لا، احفظ لي حروف اللام الشمسيه بس عشان لما تجي لك الكلمه ويقول لي الصباح ما تكتبهاليش كده. الصباح، لا ما ينفعش. يبقى اي كلمة لو نطق الالف، نطق الايه الالف ونطق بعده الالف اهو، كبره لك شوية، اذا الالف ده نطق ونطق بعده اي حرف من الحروف دي، اي حرف من الحروف دي نطق مرتين، بشرط ان هو ينطق الحرف كام؟ كم مرة؟ مرتين. إذا نطق الألف ونطق بعد الألف التاء مرتين، يبقى أصلا الكلمة فيها ألف وإيه ولام، وبنقول عليها لام شمسية، يعني تكتب بس ما بننطقهاش. يبقى لما أنا أقول إيه، بقول إيه؟ التاء، الثاء، الدا، الذا، الرا، لازم أنطق الحرف على السكون الأول، الزا، السا، أش أهو، الشا،
قصة اللي احنا بنتكلم فيها اهو. قضى قط قطة قزة ألا أنا أنا. ماشي، نحفظ الحروف دي كويس جدا ونعرف ان الحرف الالف لو نطق في بداية الكلمة ونطق بعد منه حرف من الـ14 حرف دول، لكن بشرط ان الحروف دي كل حرف فيهم ينطق مرتين، ينطق مرتين بس. ايه اول نطق فيهم بيبقى عليه سكون، يعني ايه؟ انا بقول ايه؟ قص اهي، قص بالله كده، الصوت عليها ايه بقى كده؟ برافو، عليها سكون. لازم ينطق الحرف مرتين بس بشرط ان الحرف ينطق اول نطقه عليه سكون. قص. طيب في كلمة يا استاذ ممكن نغلط فيها وهتتكتب التاء هتنطق مرتين، اتت اهو نطق للالف ونطق للتاء كم مرة؟ مرتين. اتت اتى اتت، ها دي فيها لام شمسية يا حبايبي؟ ها مين يقول لي؟ لا ما فيهاش لام شمسية. ليه ما فيهاش لام شمسية؟ لأن الألف نطق والتاء نطقت مرتين، بس التاء اللي نطقت بعد الألف نطقت مفتوحة، يبقى أصلا ما فيهاش لام خالص. يبقى دي بالفعل حرفين اتنين تاء ورا بعض، أتت وأتت إليه. دي اسمها إيه بقى؟ آتا تا تا آتت تت آتت. إنما دي بقى اسمها إيه؟ أص س ألف وبعد منه حرف على سكون. ركز معايا كويس جدا، الدرس ده مهم جدا. لما يقول لي ينطق الألف والحرف اللي بعد الألف من ال 14 حرف دول ينطقهم مرتين اتنين، يبقى الكلمة فيها لام شمسية، بس في شرط مهم جدا عشان أعرف إن فيها لام شمسية، يبقى الحرف اللي بعد الألف ينطق عليه سكون. طب والحرف اللي بعده التاني ينطق بقى عليه ضمة، عليه فتحة، عليه كسرة، مش مشكلة. تمام كده؟ نكمل بقى. بيقول لي إيه بقى؟ قالت لها سأحضر إليك غدا أو بعد غد، ده في الحلقات السابقة. ماشي؟ طب هتيجي إمتى؟ قالت لها سأحضر إليك غدا في الصباح. الص لسه احنا شارحين اهو. الص نطقت الألف والصاد نطقتها مرتين اتنين بشرط ان الحرف اللي بعد الالف، الصاد اللي نطقت بعد الالف كان عليها ايه؟ سكون. الص الصبا با، يبقى هكتب حرف الباء. الصبا با، هكتب حرف الباء. الباء هنا عليها ايه؟ فتحة باء. وراح قال ايه؟ في الصبا الصبا، يبقى باء مد بايه؟ برافو عليك، مد بالايه؟ بالالف. الصبا الصباح اسف، في الصباح في الصباح حي، اكتب حي كده حي. لا وانا قلت في الصباح، لا انا قلت في الصباح حي. يعني ايه؟ يعني مد خفيف اسمه كسرة. مد خفيف اسمه ايه؟ كسرة. طب هعملها ازاي يا استاذ؟ هشبك الحاء في الالف. ينفع اشبك الحاء في الالف؟ لا ما ينفعش. طب ليه؟ لان الالف من الحروف الستة اهو، اللي اي حرف ما يشبكش بعديه، ما يجيش بعديه، يشبك فيه خالص، انما يشبك في اللي قبله. شايف الالف شبك في ايه؟ في اللي قبله اللي هو حرف الباء، لكن ما شبكش، مش هيشبك في حرف الحاء. الصباحي، واحنا قلنا ما نستعجلش
في كتابة الكلمة بالمد على طول ألا ما نتأكد إن الكلمة بالفعل فيها مد. سأحضر إليك في الصباح. طيب هنركن كلمة الصباح دي ونكتب في المساء. طبعا دي في دي اتكتبت اهي، هنكتب كلمة ايه؟ المساء. ده نطق اللام، نطق الالف واللام. هو نطق اللام، هي اللام دي نطقها مرتين؟ لا طبعا، نطقها مرة واحدة بس. يبقى الف ولام، نطقها لي خالص اهو. لو انا جيت اشكلها حتى احط عليها حركات اهي، الماء، قال ايه؟ المساء. اخد الكلمة في دماغي وابدأ اقطعها بقى كده ايه، حروف حروف كده عشان ما اغلطش. كتبت الالف واللام مع بعض لان هو الساكن ينطق مع ايه؟ ساكن مع اللي قبله. الماء، ما ما، يبقى الميم. كتبت حرف الميم، لازم اعرف الميم عليها ايه بقى؟ الحركة بتاعتها كسرة ولا فتحة ولا ضم؟ الماء، يبقى الميم مفتوحة. المساء، سا سا سا، اكتب حرف السي. شديت سا، يبقى السين عليها فتح. طب شديت حرف السين ليه؟ ليه ما عملتوش كده؟ لان انا ما خلصتش الكلمة. الحرف السين ده لو جه بالشكل ده يبقى لازم يجي في نهاية الكلمة، بس الكلمة لسه ما خلصتش فيها حروف هتتكتب، يبقى لازم احط السين على السطر، اعمل لها جلسة كده قاعدة مستريحة على السطر عشان هيشبك فيها حرف بعدين. المساء ساء، يبقى السين مد بالايه؟ بالالف. المساء، ركز معايا كويس، مد بالالف، مد بالايه؟ بالالف. اذا اتى بعد مد الالف يبقى الالف، يبقى اكتبهاش الف، اكتبها همزه لكن على السطر. المساء او المساء، ماشي كلها واحده. المساء، عملت الهمزه، الهمزه دي عباره عن ايه؟ عن الف عليه همزه. لكن قال لي ايه علماء اللغه وعلماء النحو؟ قال لك اذا جاء قبل الالف الاخيره مد، هكتب الهمزة بس على السطر، هكتبها همزة وخلها على السطر. ليه؟ لأن قبلها مد بالألف. إذا جاء المساء، آخر حرف نطقته إيه؟ الآ. المساء، بس قبل المد، قبل الألف في مد بالألف. يبقى طالما جه مد بالألف يبقى الألف اللي بعده يقلب لهمزة على الإيه؟ على السطر. يقلب الهمزة على ايه؟ على السطر. يبقى قلت لها ايه بقى؟ سآتي اليك غدا او بعد غد في الصباح او في المساء. ناخد كمان ونقول لها ايه؟ سآتي اليك بعد الظهر. بعد الظهر، بعد كلمة اهي، بعد هاخدها واحدة واحدة، باء باء، يبقى الحرف الباء. باء، باع، باع، ما اقولش باعة، ما قالت هي، ما قالش باعدة، قالت لي بعدة، بعدة، نطقت الكلمة على مقطعين اتنين. طيب باء، باع، يبقى العين عليها ايه؟ العين يا حبايبي، برافو عليكم، برافو ما شاء الله. باع، يبقى العين عليها سكون، برافو يا استاذه ما شاء الله عليك. باع، لان الساكن ينطق مع اللي قبله. باع مع بعض، باع، دا 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 دا، دال، ها الدال اشبكها في العين ولا ما اشبكش؟ يعني ينفع اعمل العين كده واعمل الدال كده ولا ايه رايكم؟ ها، لا يا استاذ ما ينفعش نعمل العين كده. ليه ما ينفعش نعمل العين كده؟ ده ما هيشبك فيها حرف الدال، ما هي الدال بتشبك في الحرف اللي قبليه اهو. يبقى بعد، بعد، هتلاقي ايه بعد؟ بعد ايه؟ بعد الظو، الظو، شوف 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 شوف، الظو، نطقت ايه؟
اول حرف زو. لا يا راجل، اول حرف زو ده انا بقول ازو ازو ازو. الف يا استاذ، صح الف اهو. ازو ازو، ده انت نطقت حضرتك الالف ونطقت بعد الالف حرف الظاء، حرف الظاء مرتين. هتأكد بقى كده الكلمة دي فيها لام شمسية ولا لام قمرية. هشوف الأول بعد ما نطق الألف نطق حرف الظاء دي عليها سكون ولا معلاش؟ أز، أيوة نطق عليها سكون. أزو والظاء التانية عليها ضم. برافو. أهم حاجة عندي إن الحرف اللي ينطق بعد الألف لو نطق مرتين يبقى لابد إنه ينطق الأول عليه سكون. لو نطق الاول عليه سكون يبقى برافو عليك، يبقى الكلمه دي فيها لام اسمها لام الشمسيه، تكتب ولا تنطق. از، ركز معايا عشان تفهم كل حاجه. از ازاي انا احط عليها سكون؟ ما احنا قلنا بنستبدلها بشده دي اسمها بقى كده از. ها ودي ايه؟ ضم. احط الظاء عليها ضمه؟ لا، ما انا احط الضمه بس. يبقى از ازو ازو، انطق الالف مع الشده يبقى از، وانطق الايه؟ الظاء الثانيه مع الظاء اللي بعدها. ازو ازو اهي، از ازو أز، ما أقولش أز وأزو، لا أزو. ما ننطقش الألف كمان مرة، هي الظاء، الظاء هي اللي نطقت مرتين، يبقى أزو. أزه أزه، هاء أنهي هاء بقى؟ الهاء يا أستاذ اللي عليها نقطتين، هو في هاء عليها نقطتين؟ لا طبعا، ده الهاء عندي ما عليهاش نقط خالص. طيب انهي هاء اللي تمشي عليهم؟ دي ولا دي ولا دي؟ انهي هاء احطها هنا بقى؟ ركز معايا، الهاء دي بتيجي في نهايه الكلمه لو في حرف قبلها شابك فيها، تمام؟ والهاء دي برضو بتيجي في نهايه الكلمه لو قبلها الحروف دهم السته، قبلها ايه؟ الحروف الست اللي هم الالف والدال والزال والراء والزاي والواو. لو الالف جه بعد منه هاء يبقى الهاء تترسم بالشكل ده. وفي نهايه الكلمه، في نهايه الكلمه، يعني دي بتاتي في نهايه الكلمه وبتاتي في نهايه الكلمه. ماشي؟ اما دي بتاتي في بدايه الكلمه وفي وسط الكلمه. طب ما انا هكتبها كده في البدايه؟ لا ده انا كاتب في البدايه الف اهو، يبقى هكتبها في الوسط، يبقى اخد دي. في الوسط اهو. الظهر. هو في هاء تانية يا أستاذ؟ الأستاذ كان قال لنا عليها بس أنا مش عارف هي شكل إيه، مش عارف أوصفها لك. هوصفها لك أني. أنت بتتكلم عن الهاء دي، هناخد حرف الظاء وعليه الشدة والضمة. ماشي؟ وناخد حرف الهاء ده أهو. هعمله لك بلون تاني عشان يبقى واضح. انت تقصد الهاء دي، ركز معايا بتترسم ازاي. تمام؟ واطلع لفوق تاني اهو، اهو اطلع لفوق اهو، وانزل عدل كده قبل السطر، اخد الايه؟ القاعده بتاعت الهاء. الظه الظه، يبقى الهاء هنا على ايه؟ سكون. الظه ري، يبقى الراء، راء تحتها ايه؟ كسرة. الظهري. سأتي إليك أو سأحضر إليك في الصباح أو في المساء أو بعد الظهر. بس أنت ما كتبتليش كلمة يا أستاذ أو. أهي يا سيدي أو أو، نطقت كم حرف؟ حرف واحد يا أستاذ الواو. يا راجل يا راجل، ها أنا قلت إيه؟ آه آه أو. أول حاجة أو أو، أنا عايزك تقطع لي الحرف، تقطع لي الكلمة، ما تطلعهاش كلها مرة واحدة كده. آه أهي
أو يبقى ألف أو أو يبقى سأتي إليك في الصباح في المساء بعد الظهر. فاضل لي كمان حاجة كمان أشوف بس الفيديو ليكون طويل عليكم. طول عليكم أول فيديو، هنكمل في حلقة سابقة قادمة إن شاء الله، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على المشاهدة، إن أعجبك الفيديو سجل إعجابك ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة، كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية.